نتعرف على طريقة وكيفية تفعيل مساواة صور تلقائي على تطبيق كومكوم سكانر. قم بالضغط هنا. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح الضوئي. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مساواة صور تلقائي. وهكذا نكون قد قمنا بتفعيل مساواة صور تلقائي. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة. ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.